السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. إذا الآن في درس، إذا من دروس جدا مشترك العلمي، ألا وهو الإسقاط نزولا عند رغبتكم. إذا الإسقاط هذا الدرس هذا غادي نتعلموا شنو هو الإسقاط وكيفاش يمكن لي نخدم مبرهنات طاليس في البرهنة على بعض الأشياء. إذا نبداو أش كنعرفوا على الإسقاط؟ ملي كنقولوا مثلا بغينا نديروا الإسقاط ديال النقطة M على المستقيم دي سابقا، اشنو كنا كنديرو؟ كنعرفو ان الاسقاط فقط هو اسقاط عمودي، يعني انه كنديرو الكوز بهذا الشكل وكنتبعو مثلا بهذا الشكل، وكنقولو ان هاد النقطة ام بريم هي المسقط العمودي للنقطة ام على المستقيم دي. لكن الجديد ان هذا الاسقاط العمودي هو فقط يعتبر حالة خاصة، لانه عامة ملي كنبغيو نهضرو على الاسقاط كنهضروا على الاسقاط على مستقيم بتوازي مع اخر. اذا في هذه الحاله مثلا يعتبر المستقيم دلتا ومستقيم دي يتقاطعان هنا في واحد النقطه معينه، يتقاطعان. وبغيت نرسم المسقط ديال النقطه ام على المستقيم دي بتوازي مع المستقيم دلتا، يكفي فقط انه كنرسم واحد المستقيم كيوازي دي، كيوازي دلتا ويقطع دي، وكنتبع وكنقول انذاك ان النقطه ام بريم في هذه الحاله هي المسقط العائد المسقط ديال النقطه ام بتوازي مع المستقيم دلتا. بمعنى هنا بحال حاله خاصه، بحال اعتبرنا انه درنا اعتبرنا ان كاين واحد المستقيم هنايا بهذا الشكل دلتا عمودي، وفي الاخر رسمت المسقط ديال النقطه ام على مسقط ديال نقطة M على D بتوازي مع دلتا. يعني هذه اللي كنا كنخدمو بها حالة خاصة، ولكن عامة أننا كنديرو إسقاط على مستقيم بتوازي مع آخر. وهنا كنقولو أن M بريم مسقط M على D بالنسبة بتوازي مع دلتا. هذا الإسقاط هذا جايين مع خاصيات غادي نهضرو عليهم. إذا الخاصية الأولى، إذا كان مسقط نقطة M هي نفسها على D بتوازي مع دلتا، نقول أن M صامدة بالإسقاط على D بتوازي مع دلتا. نشرح لكم. إذا نعتبر أن من البداية، في البداية كلها نعتبر أن M في الأول كنت خديتها هنا، ولكن نفترض أن M خديتها تنتمي إلى D، وبغيت نرسم المسقط، يعني مسقط ديال النقطة M بتوازي مع دلتا، سنجد أن مسقط نقطة M هي نفسها كونها تنتمي إلى D هي نفسها، يعني M بريم غادي تجي كونفيدون إذا مع M، يعني كاين هنا واحد التطابق. إذا مادام كاين تطابق أش كنقولو؟ كنقولو أن M صامدة بالإسقاط على D بتوازي مع دلتا، صامدة، يعني بقات بلاصتها هي نيت، وهي نيت المسقط العمودي ديال راسها بتوازي مع دلتا. نتمنى أن الحال الخاصية الأولى فهمتوها مزيان. الخاصية الثانية، لتكون M نقطة من المستقيم D، مجموع النقط التي لها نفس المسقط A على D بتوازي مع دلتا هي المستقيم المارجن A والموازي للمستقيم دلتا باراليل مع دلتا. نشرح لكم اكثر باش تفهموا. اذا الخاصيه الاولى فهمتوها، رجع عاوتاني ندير ام انا هنا. ملي كنبغي ندير ام طبعا وكنبغي ندير الاسقاط بتوازي مع دلتا، اوتوماتيكيا انايا كنرسم اوتوماتيكيا واحد المستقيم كيوازي وكيقطع ام، وبالتالي هذا هو الاسقاط هنا لا بروجيكسيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. إذا الآن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. إذا الآن في درس، إذا من دروس جدا مشترك العلمي، ألا وهو الإسقاط نزولا عند رغبتكم. إذا الإسقاط هاد الدرس هذا غادي نتعلمو شنو هو الإسقاط وكيفاش يمكن ليا نخدم مبرهنات طاليس في البرهنة على بعض الأشياء. إذا نبداو أش كنعرفو على الإسقاط؟ ملي كنقولو مثلا بغينا نديرو الإسقاط ديال النقطة M
على المستقيم دي سابقا اش ما كنا كنديرو؟ كنعرفوا ان الاسقاط فقط هو اسقاط عمودي، يعني انه كنديرو الكوز بهذا الشكل وكنتبعو مثلا بهذا الشكل وكنقولو ان هاد النقطة ام بريم هي المسقط العمودي للنقطة ام على المستقيم دي. لكن الجديد ان هذا الاسقاط العمودي هو فقط يعتبر حالة خاصة، لانه عامة ملي كنبغيو نهضرو على الاسقاط كنهضرو على الاسقاط على مستقيم بتوازي مع اخر. اذا في هذه الحاله مثلا انا اعتبرت المستقيم دلتا ومستقيم دي يتقاطعان هنا في واحد النقطه معينه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. اذا الان في درس اذا من دروس جد المشترك العلمي الا وهو الاسقاط نزولا عند رغبتكم. اذا الاسقاط هذا الدرس هذا غادي نتعلمو شنو هو الاسقاط وكيفاش يمكن ليا نخدم مبرهنات طاليس في البرهنه على بعض الاشياء. اذا نبداو اش كنعرفو على الاسقاط؟ ملي كنقولو مثلا بغينا نديرو الاسقاط ديال النقطه ام على المستقيم دي سابقا اش كنا كنديرو؟ كنعرفو ان الاسقاط فقط هو اسقاط عمودي، يعني انه كنديرو الكوز بهذا الشكل وكنتبعو مثلا بهذا الشكل وكنقولو ان هاد النقطه ام بريم هي المسقط العمودي للنقطه ام على المستقيم دي. لكن الجديد ان هذا الاسقاط العمودي هو فقط يعتبر حاله خاصه، لانه عامه ملي كنبغيو نهضرو على الاسقاط كنهضرو على الاسقاط على مستقيم بتوازي مع اخر. اذا في هذه الحاله مثلا انا اعتبرت المستقيم دلتا ومستقيم دي يتقاطعان هنا في واحد النقطه معينه يتقاطعان، وبغيت نرسم المسقط ديال النقطه ام على المستقيم دي بتوازي مع المستقيم دلتا. يكفي فقط انه كنرسم واحد المستقيم كيوازي دي كيوازي دلتا ويقطع دي، وكنتبع وكنقول انا ذاك ان النقطه ام بريم في هذه الحاله هي المسقط العائده المسقط ديال النقطه ام بتوازي مع المستقيم دلتا. بمعنى هنا بحال حاله خاصه، بحال اعتبرنا انه درنا اعتبرنا ان كاين واحد المستقيم هنايا بهذا الشكل دلتا عمودي، وفي الاخر رسمت المسقط ديال النقطه ام على مسقط ديال نقطة ام على الدي بتوازي مع دلتا. يعني هذه اللي كنا كنخدمو بها حالة خاصة، ولكن عامة اننا كنديرو اسقاط على مستقيم بتوازي مع اخر، وهنا كنقولو ان ام بريم مسقط ام على الدي بالنسبة بتوازي مع دلتا. هذا الاسقاط هذا جايين مع خاصيات غادي نهضرو عليهم. اذا الخاصية الاولى، إذا كان مسقط نقطة M هي نفسها على D بتوازي مع دلتا نقول أن M صامدة بالإسقاط على D بتوازي مع دلتا. نشرح لكم. إذا نعتبر أن من البداية في البداية كلها نعتبر أن M في الأول كنت خديتها هنا، ولكن نفترض أن M خديتها تنتمي إلى D وبغيت نرسم المسقط، يعني مسقط ديال النقطة M بتوازي مع دلتا، سنجد أن مسقط نقطة M هي نفسها كونها تنتمي إلى D هي نفسها، يعني M بريم غادي تجي كونفيدون إذا مع M، يعني كاين هنا واحد التطابق. إذا مادام كاين تطابق أش كنقولو؟ كنقولو أن M صامدة بالإسقاط على D بتوازي مع دلتا، صامدة، يعني بقات في بلاصتها هي نيت وهي نيت المسقط العمودي ديال راسها بتوازي مع دلتا. نتمنى ان الحال الخاصيه الاولى فهمتوها مزيان. الخاصيه الثانيه، لتكن ام نقطه من المستقيم دي مجموع النقط التي لها نفس المسقط ا على على دي بتوازي مع دلتا هي المستقيم المار من ا والموازي للمستقيم دلتا باراليل مع دلتا. نشرح لكم اكثر باش تفهموا. اذا الخاصيه الاولى فهمتوها، رجع عاوتاني ندير ام انا هنا. ملي كنبغي ندير ام طبعا وكنبغي ندير الاسقاط بتوازي مع دلتا اوتوماتيكيا انايا كنرسم اوتوماتيكيا واحد المستقيم كيوازي وكيقطع ام، وبالتالي هذا هو الاسقاط هنا. لا بروجيكسيون غتكون هنايا مثلا ام بريم،
اذا مجموع النقط التي لها نفس الباسكيت ا والشكل، كنفضلوا نخدموا على لي زيكستريميتي ديالو من هنا ومن هنا باش نحصلوا على شكل متكامل، وباش نقولوا ان اف بريم هو الباسكيت ديال اف. نجيو تحدثوا على باسكيت قطعه. باسكيت قطعه هو كنشدوا الطرفين ديالها وكنديروا الاسقاط، يعني بتوازي مع دلتا كنرسم ا بهذا الشكل هذا و ب، اذا كنرسم ا وكنرسم ب وشوفوا اذا ا و ب. وفي هذه الحاله كنقول ماذا؟ كنقول ان ا بريم بي بريم. هناك خاصيه مقبوله يمكن لي نقول هي مقبوله، ان نقدر نقول ان ا بريم بي بريم هو مسقط ا بي بتوازي مع دلتا، يعني هي تعتبر خاصية مقبولة حيت حنا في الإسقاط كنتعاملو باللوقات. ولكن هنايا في هذه الحالة يمكن أن نقول أن قطعة مسقط ديال قطعة بتوازي مع دلتا. إذا وكذلك هناك ملاحظة مهمة، لو أنني اعتبرت في أب بالمنتصف مثلا، لو أن إم اعتبرت أب بالمنتصف مثلا هذا في 1 سنتيم 1 سنتيم 2 1.5، نقولو هنايا هاد النص جاي هنايا تقريبا. واش مفهوم؟ اذا الى اعتبرت النص مثلا هنا ام ومشيت بغيت نرسم حتى هي الاسقاط ديالها بتوازي مع دلتا، اذا مشيت بغيت نرسم الاسقاط ديالها بتوازي مع دلتا، ساجد ان ام بريم، اذا ام بريم حتى هي منتصف ا بريم بي بريم. يعني هذه خاصيه في الاسقاط، واش مفهوم؟ انها كتحافظ على المنتصف. ولا اذا هنايا الى كانت ام منتصف ديال ا بي فان ام بريم فانها منتصف ا بريم بي بريم. كذلك مثلا لو كانت ا ام تمثل ثلث ا بي، مثلا اذا تعاملنا بالمتجهات، لو ان ا ام تساوي 1/3 ا بي مثلا، سنجد كذلك ان ا بريم ام بريم تساوي 1/3 ا بريم بي بريم، يعني تحافظ على الاستقامية. وشوفوا هذا شيء اكيد معروف اذا في الاسقاط. نتمنى ان هذه الفقره ديال مسقط شكل مسقط قطعه فهمتوها مزيان. اذا الان نجيو نشرحوا بعض المبرهنات، مبرهنه طاليس مباشره متجهيه الاسقاط وتساوي المتجهات اللي عنده خاصيات، اذا الاسقاط ومعامل استقامية المتجهات. طبعا هذه الخاصيات عندهم مبرهنات تم برهنتها بطرق بسيطه، ولكن الهدف هو نوصل لكم الاساسيات بابسط ما يكون بدون ان ندخل في تلك المعمعه حول مبرهنات كل خاصيه من هذه الخاصيات. اذا نجيو تذكروا شويه مبرهنه طاليس المباشره. ملي كنديروا مبرهنه طاليس، ملي كنعتبروا شي مثلث كيلكونك باغ اكزومبل ا بي سي هنايا، واش مفهوم؟ اذا لو كنعتبروا واحد المستقيم ام ان تلك ام ان باراليل بي سي مثلا، في هذه الحاله نعتبر ام ان. هذا فقط تذكير بسيط اما اللي بغى الفيديو ديال مبرهنه طاليس غادي يلقاه في الموقع. اذا هنايا بكل بساطه باش نطبق مبرهنه طاليس، اقول مثلا ان الضلع الاصغر على الضلع الاكبر، يعني ا ام على ا بي تساوي ا ام سيغ ا سي. في هذه الحاله كنقول ا ام على ا بي انتيغال ا ام على ا سي، طبعا انتقال ام ان على بي سي. ويمكن كذلك الرجوع عكسيا، انه نقول اذا تم تحقق هذا التساوي فان بالضروره ام ان يوازي بي سي، وهذه هي مبرهنه طاليس عكسيا. اذا ما دخل مبرهنه طاليس في الاسقاط؟ جيد، سؤال وجيه. اذا هنايا اجيو نشوفو، الى اعتبرت في هذه الحاله عندي انا ا بي يساوي 1/3 ا سي مثلا، هنايا اعتبرت ا بي الثلث ديال ا سي، اشرت ذلك سابقا. اذا هنايا ملي بغيت ندير الاسقاط بتوازي مع دلتا، طبعا كنرسم الباراليل لدلتا وبالتوازي بهذا الشكل، وكندير خطوط متقطعه. اذا انا هذا كنقول هذا ا بري باغ اكزومبل ا بري، ثم كندير الاسقاط كنلقى بي بريم، كندير الاسقاط كنلقى سي بريم. اذا فبالضروره، اذا هنا فبالضروره اذا كان ا بي
يساوي 1 على 3 اصي، فان ابريم بي بريم اذا في هذه الحاله ابريم بي بريم تساوي 1 على 3 ابريم سي بريم، ضروري ومؤكد. وهنا تتحقق مبرهنه طاليس المتجهيه. اذا نشرح لكم مبرهنه طاليس المتجهيه بمعنى هنايا، اولا نشرح لكم اذا كان هذا الثلث، اذا هنايا كيكون ثلثين، اذا كان هذا الثلث كذلك هنا كيكون ثلثين. ولكن كيفاش يمكن نطبق مبرهنه طاليس المباشره؟ لاحظوا مزيان، بما ان لاحظوا اذا تعاملت كمسافات، شوفوا مزيان اذا تعاملت هذه كمسافات، باش نمسح باش يبان لكم شويه، اذا شوفوا كيفاش يمكن ندخل مبرهنه طاليس هنايا. اذا عندي انايا ا بي قلنا كتساوي 1 على 3 ا سي، طبعا نخدموا بالمسافات، ا بي كمسافه تساوي القيمه المطلقه لهذا العدد، هذا العدد اصلا موجب حيت ما كنقولوش مسافه سالبه، لو انه عندي هنا موان ان سي 3 غادي نقول لا فالور ابسولي القيمه المطلقه، ولكن هنا عندي ان سي 3 كنخليها كما هي ان سي 3 ا سي. وبالضروره لاحظوا مزيان، فان ا بي على ا سي كتساوي 1 على 3، متفقين؟ متفقين. نجيو عاود ثاني لهنا، قلنا انه حسب الخاص اذا كان ا بي يساوي 1 على 3 ا سي، فبالضروره ان ا بريم بي بريم تساوي 1 على 3 ا بريم سي بريم، كاينه موجوده. اذا هنايا في هذه الحاله غادي نحولها للمسافات، غادي تكون عندي ا بريم بي بريم تساوي 1 على 3 ا بريم سي بريم. وبالضروره الى ديت هنايا ابريم بي بريم لهذه الجهه، عفوا الى ديت ابريم سي بريم لهذه الجهه، غادي تكون عندي تساوي 1 على 3. اش يمكن لي نستنتج من هذا الشيء كله؟ هنا غادي نلقى ابريم بي بريم على ابريم سي بريم تساوي ا بي على ا سي، وهذه باش كتشبه لي بحال شي مبرهنه طاليس. لاحظوا ا بي على ا سي تساوي ا بريم بي بريم على ا بريم سي بريم، واخا انا ما عنديش هنا مثلث، واخا ما عنديش مثلث تحقق لي الشرط ديال مبرهنه طاليس. اذا هنا كنقولوا مبرهنه طاليس المباشره متجهيا، وباختصار اذا كان ا بي كمتجهات تيكال لابدا فوا ا سي، فان ا بريم بي بريم تساوي لابدا ا بريم سي بريم. نتمنى انه يكون واضح الحاله الاولى. ننتقل الان الى الاسقاط وتساوي متجهتين. اذا بالنسبه لتساوي متجهتين هنا، اذا لاحظوا الى مشيت انا درت الاسقاط ديال ا بي، اذا شفنا طبعا اسقاط قطعه راه شفناها في الجزء اذا في لابارتي اللي فات، اذا هنايا كندير اسقاط كنسميها ا بريم، نفس الشيء كندير اسقاط كنسميها بي بريم، كندير الاسقاط هنا كنسميها سي بريم، وكندير الاسقاط هنايا وكنسميها دي بريم. وباختصار لاحظوا هنايا اذا كانت ا بي تساوي سي دي، فبالضروره ا بريم بي بريم تساوي سي بريم دي بريم. اذا هنايا الاسقاط كيحافظ على التساوي ديال المتجهتين، اذا كانت متجهه ا بي تساوي المتجهه سي دي، فبالضروره ا بريم بي بريم تساوي المتجهه سي بريم دي بريم. هنا فقط انهما كاين هنايا تساوي ولكن غير منطبقين، وهنايا لاحظوا كينتميو لنفس الحامل واخا غير منطبقين، ولكن في الاخر الاسقاط ديالهم كيعطينا التساوي. هذا هو الاسقاط وتساوي المتجهتين. نهضروا على الاسقاط ومعامل الاستقامية ديال المتجهتين. لاحظوا هنايا الفرق بين هنا وهنا، انه اعتبرت متجهتين يعني اعتبرت ا بي تساوي ا سي ثلاث نقط مستقيمية، ولكن هنا اعتبرت متجهتين مستقيميتان وبالتالي كتكون عندي اربعة نقط، يعني كنعتبرهم انهما متوازيان. في هذا المثال هذا اعتبرت ان ا بي يساوي نصف ديال سي دي كمتجهة. ملي كنبغي ندير كذلك الاسقاط هنا، إلا بغيت ندير الاسقاط عفوا بالتوازي، إذا عفوا بالتوازي مع إذا هنا مثلا ا بريم ثم هنا سي بريم ثم هنا بي بريم ثم هنا دي بريم، إذا نسحو باش ما يبقاش شوية الكونفونديسيون هنا، إذا هنايا بي بريم. فبالضرورة اعتبرنا في الحالة الأولى
أبي تساوي واحد على جوج سي دي، فبالضرورة أبريم بي بريم تساوي واحد على جوج سي بريم دي بريم. لاحظوا هذا المعامل ديال استقامية المتجهتين ما تبدلش، بقى ستابل كيما بقى ستابل هنايا، كيما بقى فيكس كونستانت هنا ما تبدلش، حتى هنايا بقى كيما هو. واش واضح؟ هذه ثلاث خاصيات مهمة جدا كتساعدكم في البرهنة. نتمنى أنكم فهمتم مزيان. ننتقل للفقرة الموالية. إذا الآن ننتقل للفقرة الموالية، الفقرة الأخيرة في الإسقاط باش تستفدوا وتفهموا قولكم مزيان. إذا الإسقاط هو المحور. إذا نعتبر هنا واحد المحور بحال شي معلم مدرج مثلا، في هذه الحالة 0 1 2 3 4 5. إذا غنقولوا هنا أن الأوبسيون ديال إيب هو 5، يعني إكس إن تساوي 5. ملي نبغي ندير الإسقاط ديال هذا المحور هذا طبعا بالتوازي مع دلتا، إذا كندير الإسقاط، وطبعا كندير الإسقاط ديال كوتشي التدريجات، رغم أن الوحدة تتغير، يقدر مثلا المعلم يكون فيه أو إي كتساوي 1 سنتيمتر، ولا يعني هاني رسمت في هذه الحالة، يعني واخا الشكل ديالو المحور تبدل، لاحظوا، إذا أنايا رسمتو، يعني ولات ليا أو هنا، ولات ليا إي هنايا، ولات ليا إم هنا، لاحظتوا إذا إي هنايا وإم هنا، واش واضح؟ إذا شوفوا مزيان، إذا هادي نمسح هادوك الخطوط المتقطعة، إذا شوفوا كتبان لكم أن الأوفسون ديال إم متبدلش، 0 1 2 3 4 5. إذا يقدر تكون هذه الوحدة ماشي هي هذه الوحدة، ولكن في نهاية المطاف ولا عندي واحد المعلم نسميه إي بريم أو بريم، وبالتالي الأوفسون ديالو في هنايا نسميه إكس بريم إن كتساوي 5. وهنايا في هذه الحالة كنقولوا أن الأوفسون ديال إم لا يتغير. إذا هنايا المحور، في المحور لا يتغير الأوفسون، بحال درت الإسقاط ديال واحد المعلم وحادي البعد وما تغيرش. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا فهمتوا مزيان هذا الإسقاط والمحور. نجي نهضر على المبرهنة العكسية ديال طالس، حيت هضرت على المباشرة تما كاين في داك ملي برهنت مباراة طالس متجهيا ملي هضرنا عليها. نجيو نهضرو هنايا على كيفاش يمكن لي نخدم المبرهنة العكسية. عندي هنايا مثلا ا بي سي نقاط مستقيمية، بحيث ا بي تساوي متجه ا بي تساوي 1/4 ا سي. كنمشي ندير التوازي مثلا ديال، يعني الاسقاط ديال ا بريم بتوازي مع دلتا، والاسقاط ديال بي بري بتوازي مع دلتا، ولكن ما ديرش الاسقاط ديال سي بري، ما غاديش نديرو. ونفترض انا قلت لك ارسم ليا مثلا، قلت لك دير ليا سي بحيث ا بري بي بري تساوي 1/4 ا بري سي بري. يعني هنايا كنمشي انا تو سامبلومون كنمشي نحسب هنايا هاد التدريجه، كنلقى 0.5 سنتيم كنكمل حتى كتولي ليا سي بري هنا. بما انه تحققت لي هذه الفرضيه، يعني انه ا بي كيساوي لابدا ا سي، وفي نفس الوقت ا بريم بي بريم كتساوي لي لابدا ا بريم سي بريم، واخا انا ما رسمتش سي ماسك، واخا انا ما قلتش راه الماسكيت ديالها بالتوازي مع دلتا، اوتوماتيكيا كنستنتج ان سي بريم هو الماسكيت ديال السي. علاش؟ حيت عندي نفس لابدا، نفس لابدا ديال المبرهنة العكسية، رجعت اللور بس ما نقول بس ما يعطيني في التمرين ارسم ا بريم بي بريم سي بريم الباسكيت العمودي، عفوا الباسكيت بالتوازي مع الدلتا اللي ا و بي و سي. اذا هنا يقدر يقول لك جوج ويعطيك معلومات، يقول لك ا بي كتساوي 1/4 ا سي باغ اكزومبل هنا، ويقول لك هنا ا بريم بي بريم كتساوي 1/4 ا بريم سي. بما ان عندهم نفس نسميهم مثلا لابدا، نفس لابدا، فهنايا في هذه الحالة اوتوماتيكيا فإن السي سي بريم يوازي دلتا، أي أن السي بريم هو فعلا المسقط العمودي للنقطة سي بتوازي مع دلتا. واش مفهوم؟ هذه هي المبرهنة العكسية، كنخدم على هادو باش نبين أنه كنقول إذا هذا راه المسقط ديال هذا، واش مفهوم؟ بتوازي طبعا مع دلتا. نجيو نهضرو على الإسقاط ومجموع متجهتين. نفترض عندي مجموع متجهتين ا بي زائد ا سي، وكنبغي نرسم المجموع ديالهم. طبعا نتوما شفتوا هذا الشيء في كالكيل فيكتوريال، انه في حساب متجهي كندير بحال متوازي الاضلاع في هذه الحاله،
شفتوا هادشي حتى في التوازي. اذا هنايا في المتجهات شفتوا حتى في الفيزيك، اذا مجموع المتجهات ولات شي حاجه بديهيه دابا عندكم. اذا هنايا في هذه الحاله هذا هو المتجهه ديالي، شفتوا؟ اذا هذه هي المتجهه، مثلا نسميها اس ونقول ان ا بي زائد ا سي كتساوي اس. صافي، ملي بغيت ندير الاسقاط ديال هاد الخيط كله، ملي بغيت ندير الاسقاط ديال سي بريم بتوازي بعضهم، ها هو ها سي بريم، وندير الاسقاط ديال ا بريم، ها ا بريم، وندير الاسقاط ديال اس بريم، ها اس بريم، وندير الاسقاط ديال بي، ها بي، نسميها بي بريم. فإن لاحظوا، فإن ا بي، شوفوا مزيان، فإن ا بريم بي بريم، ا بريم بي بريم زائد ا بريم سي بريم، راه غير بالعين، شوفوا ا بريم بي بريم ها هي، ها هي بدلتها بالأسود، ا بريم سي بريم ها هي، من هنا حتى لهنا، لاحظوا راه معاكسة لها. فإن أبريم ببريم زائد أبريم سبريم تساوي أبريم إسبريم، يعني أن الإسقاط يحافظ على مجموع متجهتين. في هذه الحالة أن أبي زائد أسي إذا كان أس فمساقطها العمودية كذلك، يمكن أن نقول أن أبريم ببريم زائد أبريم سبريم تساوي أبريم إسبريم. نتمنى أعزائي التلاميذ أنكم فهمتوا هذا الإسقاط. كان معكم جواد من أسرة بنفصيل، دمتم أوفياء أعزائي التلاميذ، إلى اللقاء، السلام عليكم.